ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة كان في مشكلة، كانت ناس بتكلمني في التعليقات. المشكلة بتاعته كان في السخان الشيك بلف او السكس بلف، كان في عنده مشكلة. النهاردة هوضح لك المشكلة اللي كانت عندك، فخلي بالكم النهاردة عندنا مشكلة في الشيك بلف ده. الشيك بلف ده بينزل مية من هنا، بس انا طبعا قافل المحبس بتاع البيت عشان هغير الشيك بلف ده. وقبل ما اغير الشيك بلف، في معلومة كده احب اقولها لك. اما الشيك بلف الجديد اللي انت هتجيبه هيكون عامل كده. الشيك بلف في الجزء الاصفر ده، النحاس اللي عامل زي الوردة ده، دي بتقدر تتحكم في الشيك بلف وضغط المية اللي داخل للسخان اهو. زي ما انتوا شايفين كده بتتلف اهي، كل ما بتلف وبتربط بتكون المية اللي مفروض داخلة عندك في البيت تكون قوية. لو المية اللي عندك ضعيفة في البيت ورابط الشيك بلف او النحاسة دي كويس، المية هتكون مفيش مية بتنزلك، مية سخنة، مفيش مية اصلا اساسا هتخش للسخان. فخلي بالك، ركز معايا، لو ربطت النحاسة دي جامد المية لو عندك ضعيفة في البيت مش هتخش للسخان، عشان دي بتتحكم في ضغط المية. طب لو عندك المية ضعيفة تبتدي تفك النحاسة دي شوية اهي كده، بتفك وبتبتدي تنفخ في الجزء ده، تمام. لو لقيت الجزء ده خفيف اهو كده، خفيف، يبقى تمام. ده لو عندك المية ضعيفة، لكن لو عندك المية شديدة فمش مفيش مشكلة، مش هتأثر معاك في حاجة. لكن انا بتكلم عن الناس، ممكن يغير الشيك بلف وتلاقي عندك المشكلة مفيش مية سخنة بتنزل من الحنفية. طيب دلوقتي هنبتدي نغير الشيك بلف ده. هتجيب اي مفتاح، لو عندك مفتاح سنسون ماشي، ما عندكش مفتاح سنسون هتجيب مفتاح للوصلة بتاعة السائع. بعد كده هنبتدي نجيب المفتاح ونفك الشيك بلف كده. ادي الشيك بلف زي ما انتم شايفين كده، ده الشيك بلف القديم، صد من جوه اهو، الرواسب زي ما انتم شايفين كده عملت عملية صدى للسوستة اللي جوه، فعشان كده باظ وبقى يجيب في مية. يا ريت يا جماعة الناس اللي بتتفرج عليا أول مرة وما اشتركتش في القناة تنزل تشترك وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. دلوقتي هنجيب حتة تفلون أو شعر أي حاجة، وهتبتدي تلف على المكان اللي هتربط فيه الشيك بلف اللي هو الماسورة بتاعت السخان دي، عشان بس لما تربط ما يجيبش مية. بعد كده هتبتدي تربط الشيك بلف الجديد. ركبته على السن كده، بعد كده هتجيب المفتاح تاني وتقرط عليه. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هتجيب تفلون تاني. وهتلف على الشيك بلف برضو عشان تركب الوصلة. بعد كده هتركب الوصلة. طبعا زي ما قلنا، بعد ما هتركب الشيك بلف هتجرب المايه، لو مفيش مايه سخنه نزلت من الحنفيه
تمام بعد التركيب وبعد ما تفتح المحبس اعرف اما كده انت محمل على الشيك بلف. هتفك النحاسة اللي انا وريتها لكم دي اللي جلاش بتاع الشيك بلف. ركبت الشيك بلف كويس وركبت الوصلة كويس وكده ما فاضلش غير ان انت تفتح المحبس الرئيسي اللي انت قفلته اللي هو بتاع الشقة وكده. يبقى حلينا المشكلة بتاعت الشيك بلف ودي طريقة تغييره. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك كدعم لينا واشوفكم في فيديو جديد في قناة تعمل بنفسك. سلام.